الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وعترته ومن والاه أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزيد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا وتاج رؤوسنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه أما بعد أشكر الله عز وجل بنعمه تتم الصالحات وبتوفيقه نجتمع في هذه الليلة الطيبة في محاولتنا في فهم أحاديث سيدنا الإمام النووي رضي الله تعالى عنه المعروفة بالأربعين النووية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمثل هذه المجالس الطيبة الحديثية المحمدية ويرزقنا بحفظ تلك الأحاديث الطيبة. وبهذه الأحاديث ننطلق إلى عدد كبير من الأحاديث بعد ذلك، ولا ندري لعل الله عز وجل سيرزقنا بحفظ أحاديث كثيرة، ألف حديث ولا ندري، فإن رحمة الله واسعة. وما زلنا في الحديث الثاني من الأربعين النووية، وقد شرحنا بعض جملة من الأحاديث من هذا الحديث الثاني. طيب، وقبل كل شيء نقرأ الحديث من أوله لآخره ثم نكمل ما بقي من الشرح بإذن الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. إسنادنا المتصل إلى سيدنا الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء أربعين وسائر مصنفاته وشراحها، اللهم أمين. قال رحمه الله عز وجل الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. سبق أن سمعنا من شرح الحديث أن هذا الرجل الذي أتى إلى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، سبق أن علمنا أنه هو سيدنا جبريل عليه السلام. سيدنا جبريل عليه السلام جاء في صورة رجل، وقد تكلمنا في حكمة كونه جائيا في صورة رجل
شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر. وقد سأل سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربعة أسئلة. السؤال الأول عن الإسلام، والسؤال الثاني عن الإيمان، والثالث عن الإحسان، والرابع عن الساعة أي عن يوم القيامة. وقد تكلمنا والحمد لله رب العالمين عن السؤال الأول. أما السؤال الثاني قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. السؤال الثاني أن سيدنا جبريل عليه السلام سأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان، وكنا تعلمنا جميعا أن الإيمان لغة التصديق. إذن الإسلام هو عمل ظاهر، أما الإيمان هو عمل باطن. الإسلام كالصلاة والزكاة يعني ظاهر، أما الإيمان شيء يتعلق بالاعتقاد، شيء يتعلق بما في قلوب البشر. فلذلك ربما رجل نافق، ربما أن هناك رجلا نافق أمام الناس كأنه مسلم، صلى 5 صلوات وحج ومع ذلك أن قلبه لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نافق، لا يعرف أنه منافق إلا الله عز وجل. أما المسلمون الآخرون نحن نعامل كل من تشهد بألوهية الله واعتقد وتلفظ بإيمانه برسول الله، نحن نعامله كمعاملة مسلم لمسلم، أما في قلبه فلا نطلع على قلبه. فلذلك هناك كلمة جيدة دائما سمعت من بعض الشيوخ يقول: نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر. نحن نحكم بالظواهر لأن في وسعنا هو الحكم في الظاهر، نحن لا نستطيع أن نطلع على ما في بطون القلوب، وإنما نستطيع أن نحكم أن فلانا مثلا رجل مسلم لأنه كذا وكذا، لأنه تشهد بشهادتين، وأنه صلى الجماعة، وأنه صام وإلى آخره. إذن نحن نحكم بالظواهر أي بالإسلام. والله يتولى السرائر، أهو مسلم حقيقي أم لا؟ لا، هذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. فلذلك المنافقون الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام هم في الدرك الأسفل من النار، لأن أمرهم شديد. نحن لما عاملنا المسلمين عرفنا أن هذا هو مسلم، لما عاملنا غير مسلمين حيث إنه مثلا عبد النجمة أو الشجرة أو الأصنام مثلا، نعرف تمام المعرفة أنه غير مسلم سهلة. أما المنافق ظاهره مسلم لكن قلبه لا يؤمن بالله عز وجل. فلذلك المنافقون في الدرك الأسفل من النار، لأنه المنافقين حقيقة هم كفار غير مسلمين، لكنهم بسبب أنهم أرادوا أن يخدعوا المسلمين فظنوا أنهم يقدرون على خداع المسلمين، حيث إن المسلمين ظنوا أن هؤلاء الطائفة من المسلمين أيضا، لكن الله عز وجل يعلم ما في القلوب. فلذلك في الآخرة هم سيعذبون عذابا شديدا ولا يخرجون من النار أبدا، بخلاف عصاة المؤمنين الذين آمنوا بالله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم عملوا معصية والله لا يغفر مثلا ذنبهم، فشاء الله عز وجل بعده أن يعذبهم، فإن هؤلاء المسلمين لما دخلوا النار ماتوا مباشرة، ولما جاء يوم من الأيام بعد أن أذن لهم الله عز وجل بدخول الجنة سيخرجون من الجنة ويدخلون الجنة. إذن النار خلقت لغير المسلمين والجنة خلقت للمسلمين. فسيدنا جبريل عليه السلام هنا سأل عن الإيمان، وليس هو جاهلا عن الإيمان،
لأن قرأنا في هذا الحديث في آخر الحديث أن الرسول قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فسيدنا جبريل عليه السلام أراد أن يوضح لنا اختصار الإسلام، ما هو المختصر لهذا الدين. فبهذا الحديث نعرف أن الإسلام عبارة عن العقيدة والشريعة والتصوف ومعرفة فتن الزمان. الإيمان لغة التصديق، مجرد التصديق، أنا مثلا صدقت أنك كاتب إذن أنا آمنت بك، لغة هكذا. ولكن الإيمان المراد في هذا الحديث هو التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا الإمام الباجوري في شرحه قال الإيمان شرعا هو التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما علم من الدين بالضرورة. التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما علم من الدين بالضرورة، إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي، إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي. هذا هو تعريف للإيمان. أقول مرة ثانية، التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما علم من الدين بالضرورة، إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي. ها، كتبتم كلكم والحمد لله. إذن هناك أمور تتعلق بالعقيدة جاءت إجمالا، مثلا الله عز وجل أخبرنا أن هناك رسل، أن هناك رسلا كثر، ولكن هل نعرف أسماء جميع الرسل؟ لا. إذن آمنا بالإجمال أن الله عز وجل قد بعث الرسل وعددهم كثير، ومع ذلك هناك تفاصيل، هناك بعض الرسل معروفون، بعض الرسل معروفون لدينا، فلذلك آمنا بأن سيدنا عيسى مثلا رسول الله، وأن سيدنا داود عليه السلام رسول الله، أما سيدنا لقمان مختلف فيه مثلا. إذن هناك أسماء مخصوصون، ونحن نعرف أصحاب هذه الأسماء أنهم من الأنبياء. إذن لما جاء الأمر مجملا آمنا بالإجمال، ولما جاء الأمر بالتفصيل آمنا بالتفصيل. مثلا آمنا بأن هناك 10 من الملائكة، وكنا قد حفظنا هذه الأسماء 10، ومع ذلك أن الملائكة ليست منحصرة في هؤلاء 10 فقط، هناك ملائكة كثر، ومع ذلك نحن لا نعرف بقية الأسماء، إنما عرفنا مثلا جبريل، ميكائيل، إسرافيل إلى آخره. إذن الإيمان هو التصديق بجميع، ليس ببعض، بجميع. فمن صدق بعضا وكفر بعضا فليس بمؤمن، حيث إنه لم يؤمن بجميع ما جاء به سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإيمان هو التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما علم من الدين بالضرورة. يعني كل مسلم يعرف أن هذه الأشياء من العقائد، طيب حينئذ نحن مكلفون بهذه الأشياء، إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي. هكذا ذكر لنا سيدنا الإمام إبراهيم الباجوري. طيب، هنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أركان الإيمان، وليست هذه 6 فقط من المعتقدات للمسلمين، لا، هناك أشياء كثيرة، ولكن هذه 6 تعتبر أسسا هامة في العقائد. إذن الإيمان، أو نقول أركان الإيمان 6: أن تؤمن بالله، يعني نؤمن بأن الله هو الإله، نؤمن بأن هناك إلها واحدا لا شريك له وهو الله عز وجل، ونؤمن بملائكته، أي أن الله
له جنود معروفون بالملائكة خلقهم من النور ولا ذكر ولا أنثى لهم ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا ولا ولا. وكتبه كلنا نعلم أن الله عز وجل أنزل صحفا كثيرة للأنبياء، ومع ذلك هناك أربعة من الكتب معروفة: التوراة والزبور والإنجيل والفرقان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نؤمن بأن هذه الكتب منزلة من قبل الله عز وجل، ولكن لا نستطيع أن نجزم مثلا في عهدنا الآن في زماننا الآن أن آية معينة من كتاب الإنجيل مثلا آيات من آيات الله أم لا. لا نستطيع أن نجزم، لأن التوراة والإنجيل الآن محرفين. إن التوراة والإنجيل محرفان في عهدنا، حرفها أو عرفهما علماء بنو إسرائيل، علماء بني إسرائيل. أما القرآن فمن أول القرآن إلى آخر القرآن نحن تيقننا بأن هذه الجمل كلها من الله عز وجل. ورسله، آمنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن الله عز وجل أرسل الرسل. وكم عدد الأنبياء؟ ذكر علماؤنا أن الأنبياء كلهم 124,000. سبحان الله، ده الأنبياء والمرسلين معا. الأنبياء والمرسلين عددهم 124,000 نبي. أما الرسل من ضمن هؤلاء الأنبياء عددهم 313، ومن ضمن هؤلاء 25 المعروفون، ومن ضمن هؤلاء 25 خمسة من أولو العزم، وأولاهم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويليه سيدنا إبراهيم، ويليه سيدنا موسى، فعيسى، فسيدنا نوح عليهم جميعا الصلاة والسلام. واليوم الآخر نؤمن بأن يوم من الأيام سنرجع إلى الله عز وجل إلى يوم الآخرة، يوم الجزاء، وتؤمن بالقدر خيره وشره. يعني نؤمن بأن الله عز وجل قدر لنا أقداره، كل شيء حادث، كل شيء حدث ووقع، ما هو إلا في علم الله عز وجل من الأزل. فالله ذات عليم، وليس ربنا جهولا ولا جاهلا. فكل شيء حدث كله معروف عند الله، الله يعرف هذه الأشياء كلها، خيره وشره. مثلا الله عز وجل يعلم أني في الأسبوع الماضي سأتي وحدي. متى يعلم الله عز وجل أني سأحضر إلى هذا المكان الطيب وحدي؟ منذ متى؟ منذ أمس؟ منذ أسبوع الماضي؟ منذ سنة مثلا؟ لا، منذ الأزل، قبل أن خلق الخلق يعلم الباري سبحانه وتعالى أن هذا الفقير سيأتي وحيدا، بسبب ما يعني ليس بمشكلتك وإنما بمشكلة محمولي. وتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني الله عز وجل خلق الخير والشر، الله خالق الخير والشر. إلا أنه من حيث الأدب لا نقول أن الله خالق الشر، من حيث الأدب، إنما نتكلم بمثل هذه الأمور في مجالس علمية فقط، في التدريس نعم، أما مع الناس لا نقول ذلك. يا جماعة، الله خالق الشر؟ لا 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 لا، هذا من قبيل سوء الأدب. ربما الناس لما سمعوا هذا الكلام بدأوا يتكلمون في حق الله وينسبون إلى الله شيئا غير لائق له سبحانه وتعالى. قال صدقت. فلما سمع سيدنا جبريل عليه السلام هذه الإجابة النبوية قال صدقت. إذن هذا هو سؤال العالم،
سيدنا جبريل لما سأل إنه سأل ليس بسبب أنه جاهل، وإنما هو سأل بسبب أن يسمع الصحابة الإجابة من سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال سيدنا جبريل فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان، الإحسان أو بمصطلح آخر التصوف. من هذه الجملة انبنى علم التصوف، انبنى علم التصوف على هذه الجملة. التصوف هو أن تعبد الله كأنك تراه، يعني المراقبة. أن تعبد الله كأنك تراه، يعني المعاينة، كأنك رأيت الله عز وجل. ولكن لا نستطيع أن نصل إلى هذه الدرجة، إنما وصل إلى هذه الدرجة هم الأنبياء. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني المراقبة. لما لا نستطيع أن نرى الله عز وجل في الدنيا، حينئذ جاء دور المراقبة. نحن لا ننظر الله، لا ننظر الله عز وجل، وإنما الله يرانا. فحينئذ لما أردنا أن نعمل أي مشكلة ما تذكرنا أن الله مطلع علينا، إن الله ناظر إلينا. ومن هنا جاء التصوف، يعني نخاف الله عز وجل ولا نعمل في الدنيا إلا لأجل ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى لا غير. إذن سؤال سيدنا جبريل الأول انبنى عليه علم الفقه، وسؤال الثاني انبنى عليه علم العقيدة أو علم الكلام، وسؤال الثالث انبنى عليه علم التصوف. قال فأخبرني عن الساعة. لو كنا قرأنا في كتب العقيدة سنجد أن أهل الكلام اختلفوا في تعريف القدر، ما الفرق بين القضاء والقدر. اختلف الأشاعرة والماتريدية في تحديد تعريف القضاء والقدر. قال فأخبرني عن الساعة، أي معنى الساعة هي يوم القيامة. فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما هنا بمعنى ليس، أي ليس المسؤول. ومن المسؤول في هذا الحديث؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا كالمسؤول الذي أنت سألتني عن القيامة عن الساعة، لست أنا بأعلم منك أنت. يعني نحن كلنا لا نعلم، لا أنا أعلم ولا أنت تعلم، كلنا لا نعلم متى هو تاريخ القيامة، ما هو موعد القيامة، ما موعد الساعة، لا أحد يعرف. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أو يخبرنا عن مواصفاتها. القيامة ستكون يوم الجمعة مثلا، والساعة ستقوم على غير المسلمين، حيث إن الله عز وجل سيميت جميع المسلمين قبل الساعة، فلا أحد من المسلمين يرى الساعة والقيامة. إذا نعرف مثلا، نستطيع أن نقول ما دمت حيا فالقيامة لم تقوم. صح، كيف نعرف؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا ذلك. إن شاء الله نحن من المسلمين. إذا المسلمون هم الذين منعوا القيامة. لما الله عز وجل توفى كل مسلم من المسلمين، كل المسلمين توفوا حينئذ سيأتي بعد وفاة هؤلاء المسلمين الطيبين القيامة. ولكن لا ندري، يعني بعد وفاة المسلمين إلى قيام الساعة كم مدة؟ ساعة، سنة، سنتين، 3 سنين، 4 سنين، 15، والله أعلم. ولكن بوفاة المسلمين كلهم ولا أحد في الدنيا حينئذ يوحد الله، حينئذ نعرف سيأتي على هؤلاء الناس القيامة والساعة. لما سئل سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة، فقال لسيدنا جبريل ما المسؤول، أي لست أنا كالمسؤول عن القيامة، لست أنا أعلم منك كالسائل.
أنت كسائل وأنا كالمسؤول عن القيامة كل منا لا يدري متى الساعة. وهناك من العلماء من فسر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرفه الله موعد الساعة، تاريخ الساعة، في يوم كذا، في تاريخ كام، في سنة كام. بعض العلماء قال ذلك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة يعرف موعد الساعة، لكن الله عز وجل أمره أن لا يخبر أمته. إذن هناك علم خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلمه إلا رسول الله، ولا يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المعلومات إلينا نحن بأمر الله عز وجل. إذن العلماء لما شرحوا هذا الحديث اختلفوا، فمنهم من قال بأن الرسول لا يدري، كما هو ظاهر في الحديث أن الرسول قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا لا أدري، الله لا يخبرني ما هو تاريخ القيامة، ما هو تاريخ الساعة. ذهب إلى هذا التفسير فريق من العلماء، وفريق آخر قال بأن الرسول أعلمه الله عز وجل عن تاريخ القيامة وميعادها، موعدها، يوم كذا، تاريخ كذا، سنة كام، شهر كام، الله عز وجل أخبره. ذهب بعض العلماء إلى هذا التفسير، لكن الرسول لم يؤمر بتبليغه، فصار هذا العلم خاصا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يعلم بناء على هذا التفسير الثاني، فلا يعلم موعد الساعة إلا الله وإلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أن الظاهر في الحديث أن الرسول نفى علمه عن وقت الساعة. قال فأخبرني عن أمارتها، هنا عن أماراتها، فأخبرني عن أماراتها أي عن علاماتها، أمارة بمعنى العلامة، فأخبرني عن أماراتها أي علامات الساعة. فذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بعض علامات الساعة، ومن علامات الساعة بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فبمجرد أن الله عز وجل بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليكون خاتما الأنبياء والمرسلين، فببعثته اقتربت الساعة. فبعثة الرسول نفسها من علامات الساعة. إلا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث ذكر بعض العلامات. قال أن تلد الأمة ربتها. الأمة، نحن كلنا نعرف معنى الأمة. الأمة يعني امرأة ليست حرة، كما أن الرجل إذا لم يكن حرا نسميه عبدا، أما المرأة إذا لم تكن حرة نسميها أمة، جمعها إماء. أنا شاهدت مرة في الأفلام كرتونية، الأفلام كرتونية العربية، يعني الممثلون استخدموا كلمة عبده، تعال يا عبده، ولكن أنا استغربت، لأن ربما هناك لغة عبدة، ولكن على حسب ما وصل إلي الخبر، وأنا يعني نحن كلنا من الطلبة، على حسب ما سمعت أن هناك عبدا للرجال والأمة للنساء. أن تلد الأمة ربتها، أي يعني امرأة وليس هي حرة، لما أنجبت صارت بنتها سيدها. هذا هو المعنى، امرأة ليست حرة، أنجبت، ولدت بنتا، فلما كبرت البنت، أو لا يعني لم ليس من الشرط أن يكون البنت يعني كبرت،
لما ولدت هذه البنت صارت بنتها سيدتها، فصارت الأم أمة والبنت سيدة. هذا هو المراد في الحديث. ونحن إن شاء الله سنقرأ شرح سيد الإمام النووي عن هذا، عن هذه العلامة قبل بعد قليل بإذن الله عز وجل. أن تلد الأمة ربتها. وقال سيدنا الشيخ يوسف بن رشد الحسني حفظه الله عز وجل: قد تمت هذه العلامة في عهد المماليك، في عهد المماليك قد تمت، حيث إن ملوك أن الملوك حينئذ معظمها من العباد وليسوا أحرارا. المماليك كنا قرأنا التاريخ أن رؤساء مصر يوم من الأيام في في في, في الزمان الغابر أنهم ليسوا أحرارا، إنما هم ما زالوا إيه في 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 العبودية، ما زالوا عبادا عبيدا. ومع ذلك بسبب أنهم تدربوا على القيادة والرئاسة صاروا رؤساء، وهم في الأحكام الفقهية ما زالوا عبيدا. طيب، هؤلاء الناس من الرجال والنساء لما صاروا من قادة الأمة وهم ما زالوا في 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 حكم العبودية، طيب أمهاتهم وأباؤهم عباد، إذن صار الابن عبد سيدا لأمه وأبيه وهكذا. أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وأن ترى الحفاة يعني الرجال الذين لا يلبسون الحذاء ولا شبشب كما قال المصريين، ولا شبشب ولا الحذاء، يعني عاري القدم. وأن ترى الحفاة العراة يعني لم يكن لديهم ملابس، يعني من فقراء الناس لم يكن لديهم ملابس ولا شبشب ولا قبقب، ماشوا بدون أي حذاء، مسكين من فقراء يعني معدمون لا يجدون أي شيء ليستر أقدامهم وليستر أجسادهم. العالة يعني فقراء، رعاء الشاء هم يربون الغنم، يتطاولون في البنيان. يا سبحان الله، فجأة صاروا من أغنياء المسلمين، من أغنياء الناس، صاروا من أغنياء الناس حتى يقدروا على بناء المبادئ العالية. يتطاولون أي يبنون مباني عالية، وهم في الحقيقة في البداية حياتهم من فقراء الناس. ثم انطلق فلبثت مليا. قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن سمع هذه الحوارات بين رسول الله وبين رجل، سيدنا عمر وأصحاب رسول الله لا يعرفون من هذا الرجل، بعد أن سمعوا هذه الحوارات قال سيدنا عمر ثم انطلق، أي هذا الرجل السائل عن الإيمان والإسلام والإحسان وعن الساعة، بعد أن سأل الرسول عليه الصلاة والسلام ترك المجلس انطلق. فلبثت مليا، أي مكثت بعد هذه الحادثة فترة طويلة. فبين علماؤنا في الأحاديث الأخرى أن المدة بين لقي هذا الرجل برسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سؤال سيدنا النبي عليه وسلم لسيدنا عمر: يا عمر، أتدري من الرجل، من السائل؟ ذكر العلماء في روايات الأخرى أن بين هذه وهذه ثلاثة أيام، أن بين هذه وهذه ثلاثة أيام، يعني بعد أن ترك هذا الرجل المجلس ومضت ثلاثة أيام
سأل سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا عمر أتدري من السائل؟ يعني الرسول لم يسأل سيدنا عمر مباشرة، إنما بعد مضي ثلاثة أيام. فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. من هنا تعلمنا أن العلم أمانة. لما سئلنا بشيء، لما سئلنا عن شيء ونحن لا ندري إجابتها، فالسكوت السكوت، لا نبتدع ولا نخترع، وإنما نقول صراحة لا أدري. قال المصريون الصريح مريح، الصريح مريح، تكلم بكلام صريح مريح أحسن. أنا لا أدري، لا تنظر إلى طول لحيتي ولا كثرة الناس حولي، أنا لا أدري. سيدنا عمر لما سئل أتدري يا عمر من السائل؟ فقال ماذا؟ الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن السائل الذي سأل الأسئلة منذ ثلاثة أيام الماضية هو سيدنا جبريل عليه السلام. قال سيدنا الشيخ يوسف بن رشدي حفظه الله عز وجل هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من خصوصيته أنه يعرف الملك لما تمثل رجلا، وهذا من خصوصيات رسول الله دون سائر الأنبياء. كنا قرأنا القرآن فوجدنا قصص الأنبياء الذين جاءهم الملك والملائكة. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما جاء ضيوف ظن أن هؤلاء الضيوف بشر، فذبح ابن البقر، فتبين أخيرا أن هؤلاء الضيوف من الملائكة، فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون. طيب، إذن سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو نبي وهو أفضل الأنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يدري أن هؤلاء الضيوف من الملائكة. فلو علم أنهم من الملائكة لما ذبح البقر ولا جمل ولا، لأن الأنبياء يعرفون أن الملك لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا. طيب، سيدنا لوط عليه السلام لما جاء هؤلاء الضيوف الذين قد أتوا إلى سيدنا إبراهيم وبعد ذلك ذهبوا إلى سيدنا لوط عليه السلام، سيدنا لوط عليه السلام أيضا لا يعرفون أن هؤلاء الضيوف من الملائكة، فظن سيدنا لوط أن هؤلاء الضيوف أصحاب الوجوه الجميلة من البشر، فبدأ يخاف على سلامتهم. سبحان الله، في هذا الحديث سيدنا جبريل عليه السلام لا يعرف نفسه، لا يقول يا جماعة بعد إذنكم يا جماعة أنا جبريل، لا لا لا، بعد أن سأل ترك المجلس وانتهى. ومع ذلك الرسول قال لسيدنا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم من خصوصيته أنه يعرف الملك، وإن كان الملك يتمثل بشرا. سيدنا سبحان الله، تذكرت الآن سيدنا موسى عليه السلام، وكلنا نعلم أن الأنبياء لما أراد الله عز وجل أن يقبض أرواحهم أرسل الله عز وجل ملك الموت ويستأذن أولا من الأنبياء، بخلافنا ملك الموت لا يستأذن منا، صح؟ خلاص. أما الأنبياء بسبب مقامهم العالي الله عز وجل يعامله معاملة خاصة، فجاء ملك الموت إلى سيدنا موسى عليه السلام في صورة الرجل، فقال أنا أريد أن أخذ روحك، فلطمه سيدنا موسى عليه السلام لأنه ظن أن هذا الرجل أراد أن يقتله. واحد قال أنا أريد أن أقبض روحك، ما المراد؟ إذن أنت قاتل، أنت مجرم. طيب، بدل من أن أقتل هيا بنا
انظر هيا بنا ننظر ماذا الذي سيحدث، من القاتل ومن المقتول. فضربه سيدنا موسى عليه السلام، لأن سيدنا موسى لا يعرف أن هذا هو الملك. أما الرسول عليه الصلاة والسلام بمجرد أن يأتي سيدنا جبريل عليه السلام في صورة الرجل ولا يخبر الرسول عليه السلام أنه ملك، عرفه الرسول أنه ملك. إذن هذا من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون سائر الأنبياء. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيّن سبب مجيء سيدنا جبريل عليه السلام، إنه أراد أن يعلم الأصحاب خلاصة دين الإسلام. فشيخنا شيخ يسري ذكر أن هذه الواقعة حدثت في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. إذن سيدنا جبريل أراد أن يلخص ما هو الإسلام، حتى لو سئلنا ما هو الإسلام نقول صراحة الإسلام عبارة عن الإيمان والعبادة والتصوف ومعرفة فتن الزمان. بعض الناس يقول ثلاثة، ولكن بسماع هذا الحديث شيخنا شيخ يوسف قال لا، حقيقة هي أربعة: الإيمان والإسلام والإحسان ومعرفة فتن الزمان. حيث إن سيدنا جبريل سأل عن القيامة، وهناك أمارات وهناك علامة قبل مجيء القيامة. إذن السؤال عن القيامة عبارة عن سؤال عن فتن الزمان، والرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الأخرى بيّن لنا أنه سيحدث كذا وكذا 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 حتى نتجنب هذه الفتن، ما ظهر منها وما بطن. رواه مسلم، هذا الحديث رواه سيدنا مسلم ابن الحجاج بن مسلم الكشيري النيسابوري. طيب يا جماعة، الحمد لله انتهينا بشرح الحديث الثاني. وقبل أن ننتقل إلى حصة حفظ الأحاديث، وأنا قد وعدتكم بأن هذا اللقاء سينتهي بأذان صلاة العشاء، ثم نحن سنكمل في حفظ الأحاديث، فمن أراد أن يخرج فلا بأس. قبل ذلك هيا بنا ننظر بعض الأشياء المهمة التي ذكرها سيدنا النووي رضي الله تعالى عنه في كتابه، في نهاية كتابه، في باب الإشارة. طيب افتح صفحة، افتحوا صفحة 87. كنا قرأنا من قبل الحديث الأول صح؟ طيب قال سيدنا الإمام النووي رضي الله تعالى عنه: الحديث الثاني لا يرى عليه أثر السفر هو بضم الياء من يرى. إذن يرى بسبب أنه حذف فاعله، فنقول يرى، أصله يرى إذا ذكرنا الفاعل بضم الياء من يرى، يرى يرى. قوله تؤمن بالقدر خيره وشره معناه، طيب ما معناه الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره؟ معناه تعتقد أن الله تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، يعني من الأزل، في الأزل أن الله عز وجل قدر الأشياء التي ستحدث. فالله عز وجل عليم، لا يأتي إليه الجهل سبحانه. قدر أن تعتقد أن الله تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، قبل خلق الخلق يعني قبل خلق المخلوق، الخلق الثاني هو المخلوق، قبل خلق الخلق أي قبل خلق المخلوق، وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها. يعني جميع المخلوقات في قبضته سبحانه وتعالى، لا يحدث أي شيء إلا وأن الله عز وجل يعلم ذلك ويريد ذلك
وقد كتب هذه الأشياء كلها في اللوح المحفوظ. تمام؟ بالقضاء والقدر نفرح ونستريح، حدث مشكلة ما حدثت مشكلة ما خلاص، يعني الحمد لله قضاء الله وما شاء فعل. أتيت وحدي خلاص، يعني خلاص هو ده مكتوب يعني، أو ليه الحمد لله على كل حال. إذن الإيمان بالقضاء والقدر يعطينا القناعة، يعطينا الرضا بما أراده الله لنا. قوله فأخبرني عن أماراتها هو بفتح الهمزة أي علاماتها، إذن المراد بالأمارة هي العلامة. ويقال أمار أيضا مفرد الأمارة أمارة أو أمار، نستطيع أن نقول أمار أماراني أمارات، ونستطيع أيضا أن نقول أمارة أمارتان أمارات. فلذلك قال ويقال أمار بلا هاء، يعني هناك لغة نقول أمار ولا نقول أمارة، لكن المشهور بالتاء المربوطة. ويقال أمار بلا هاء أي بلا التاء المربوطة لغتان، يعني من حيث اللغة يجوز لنا أن نقول أمار أماراني أمارات، ويجوز أيضا أن نقول أمارة أمارتان أمارات، لكن الرواية بالهاء. لكن الرواية يعني الذي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث هو بالتاء المربوطة بالهاء، يعني أمارات أماراتها. ولو كنا قرأنا هذا الحديث وجدنا أن هناك اختلاف النسخ، كنا حفظنا على عمارتها بالإفراد لا بالجمع. قوله تلد الأمة ربتها أي سيدتها، قوله تلد الأمة ربتها أي الأمة يعني امرأة غير حرة ولدت ربتها. طيب ما المراد بربتها أي سيدتها؟ إذن المراد بالربة هنا معناها سيدة، ومعناه أن تكثر السراري، يعني هي الإماء تباع بكثر. ولكن سبحان الله لقد انتهت عصر العبودية، ليس هناك عبد ولا أمة، لا يباع أمة، لا تباع أمة في السوق ولا عبد في السوق، بمعنى خلاص يعني هذه العلامة انتهت. أن تكثر السراري، السراري معناها الإماء، حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد. كنا نعلم أن الرجل له أن يطأ أمته، مثلا لو كنا في عهد العبودية لما نزلنا في السوق نستطيع أن نشتري الأمة. أمه ده بكام؟ هذه الأمة بكام؟ بـ20,000 دولار. طيب أشتريها. لما صار هذه الأمة ملكا لنا، الله عز وجل أباح لسيدها أن يطأها ويجامعها. طيب لما كان هذا السيد يجامع أمته أنجبت الأمة، مثلا لما أنجبت صارت البنت المولودة أو المولودة أو الابن المولود صار سيدا، لأن الولد يتبع أباه ولا يتبع أمه. لما كان أبوه سيدا يعني حرا صار ابنه أيضا سيدا وحرا. أما الأمة الأم في حكم الفقه نسميه أم الولد، أم الولد. لما مات سيدها صارت هذه الأمة حرة، هكذا تقريبا على حسب ما تذكرت، يعني صارت هي حرة تقريبا، ولا هي لم تكن حرة، سأراجع بإذن الله لما أتذكر هذه المسألة جيدا. المهم هذه الأمة بعد أن ولدت ابنا أو بنتا لسيدها لا يجوز لهذا السيد أن يبيع هذه الأمة مرة ثانية، لا لا لا، لا تباع هذه الأمة
أبدا. طيب إذن قوله تلد الأمة ربتها، قال سيدنا الإمام النووي معناه أن تكسر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد. إذن هذا هو التفسير الأول، الإماء كثيرة جدا، فصار الرجل مثلا، فصار رجل يبيع الأمة فواقعها وجامعها فولدت ابنا أو بنتا، فصار هذا الابن أو البنت سيدا أو سيدة لأمه أو لأمها. تمام، هذا هو المعنى الأول. وقيل يكثر بيع السراري حتى تشتري المرأة أمها، هذا هو التفسير الثاني، يعني الإماء كثيرة جدا ومختلطة، اختلط الأمر حتى امرأة لا تعرف أن الأمة التي هي تشتريها أمها حقيقة، فصارت هي يعني البائعة صارت هي سيدا سيدة، والأمة التي تشتريها حقيقة هي أمها، فصارت الأم أمة أو عبدة أو أمة، نعم أمة لمشتريها لمشتريتها. إذن هذا هو التفسير الثاني، وقيل يكسر بيع السراري حتى تشتري المرأة أمها حال كونها جاهلة، هي لا تدري أن هذه المرأة أمها، وتستعبدها جاهلة بأنها أمها، فصارت الأم أمة لبنتها، وقيل غير ذلك. وإذن هناك تفسير آخر، لكن سيدنا الإمام النووي ذكر تفسيرين فقط، أما التفاسير الأخرى نستطيع أن ننظرها في كتب المطولات، وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه. طيب نكتفي بهذا القدر بإذن الله حتى لا نطيل على من لديه دروس بعد ذلك، إن شاء الله في اللقاء الآتي نكمل قوله العالى أي الفقراء. تمام.